على متن السفينة لا يجري أي شيء دون مضيفات كناتشا رومانيوك، فبفضلها يجري كل شيء على ما يرام في صالة الطعام والمطبخ. أدرس التموين وأعمال الفندقة، وقد عملت في أحد الفنادق في بولندا. تعمل ناتشا 4 أسابيع متواصلة دون راحة ليوم واحد. العمل مساعدة على متن السفينة مرهق للغاية، وهذا ما ينطبق على الجميع هنا على متن السفينة بريف تيرن، حيث لا توجد عطلة نهاية أسبوع أو إجازة، ويشعر الرجال 60 بضغط الوقت. تقلبات الطقس عرقلت سير العمل كثيرا. على لي كيلو أن يستغل كل ساعة، وهو الآن يعمل على آخر منشأة، غير أن حجرة الماكينات لا تزال على متن السفينة. داخل حجرة الماكينات ثمة حقيبة بها 10 إلى 12 قارورة من الماء. يعمل لي كيلو منسقا على متن السفينة، وهو مشرف على الرفع، وإذا حدث شيء هنا فسيتحمل المسؤولية. نستعد لرفع حجرة الماكينات إلى أعلى ونربط الحبال على الرافعة. أقوم بتدوين توقيت رفع أو خفض الأجزاء من أجل التقرير اليومي. فمثلا متى بدأت عملية رفع أو تنزيل أي جزء؟ أعمال مكتبية على متن السفينة بعد 12 ساعة من العمل المرهق، لكن المدير يريد التقرير على الفور. من الصعب العثور على أشخاص أكفاء مثل لي كيلو، ولذا تبحث الشركة عن أمثاله في كل مكان. من المهم توفير متخصصين في الكهرباء لأعمال التركيب أو التشغيل، خاصة عندما نبدأ بأعمال التوربين أو التوصيلات، كما أن لدينا عمال صلب أكفاء أيضا. بيوتر بيكوتوفسكي في صالة الرياضة. أعمال التركيب بحاجة إلى قوة بدنية، وهذا الضابط يعشق ممارسة رياضة اللياقة البدنية ويتدرب كل ثاني يوم. عندما تمارس التدريبات البدنية تشعر بسعادة، وإذا جلست في غرفتك لتشاهد الأفلام فلن تكون لا لائقا بدنيا ولا سعيدا. تستعد أدريانا شيتسيسنا للامتحان. أدريانا كانت مضيفة وتريد أن تصبح بحارة، غير أنها تعلم أنها ستخسر قريبا وظيفتها، فالشركة تريد توظيف بحارة من الفلبين لقلة رواتبهم، ولم يسمح لنا بالتحدث في هذا الموضوع سوى إلى القبطان. في كل شركة هناك حد أقصى تستطيع تحمله من نفقات التشغيل. تشغيل هذه السفينة يكلفنا آلاف الدولارات يوميا، لذا تعمل الشركة على ترشيد النفقات حتى يمكنها المنافسة مع الشركات المتخصصة في بناء منشآت طاقة الرياح. شركات الملاحة تعمل تحت ضغط التكاليف، والبحارة الفلبينيون مدربون جيدا ويتحملون المسؤولية في الأماكن المختلفة على جسر السفينة. أما بيكوتوفسكي فقد حالفه الحظ لأنه يملك عقدا مفتوحا، ولذا سيحتفظ بوظيفته. عندما تنمو خبراتك فبمقدورك العمل على متن سفن أخرى أيضا، وفي كل الأحوال فهي مغامرة. مغامرة أخرى تتمثل في العودة إلى اليابسة بواسطة المروحية لقضاء عطلة بعد أسابيع من العمل في البحر.